هجوم المنتخب اليوم فيه توزجار، في صابر خليفة، الخزري، الشيخاوي، كيفاش ترى الرباعي هذا؟ ظهالي ما نجموش نشكو في الكاليتي نتاعهم، سورتو توا ياسين، يعني هذوما اللي انا نعرفهم يعني بيرسونيلمون، ياسين وصابر. صابر تبارك الله عليه عمل سيزون تعرفونا برشا، ياسين زاد مانيش انا باش نحكم عليه. العناصر هذوما انا في بالي باش يلعب توزجار وصابر وراهم ياسين هكا نورمالمون، وراهم ياسين وراهم الخضري زاد. الناس هذوما عندهم كاليتي. شنو رايك في توزجار؟ شنو تعرف عليه؟ يلعب هو في بالي في لونس، والله اقسم بالله لا نعرف يعني. باهي تو نكتشفوا اليوم الماتش تاع اليوم في لونس، لكن كتعرف احنا دمنا سخون برشا في تونس وماتش برك نحكم على اللاعب، لكن اللاعب كما تعرف سيرتو يكون برا ومش متعود باجواء المنتخب، لازم له شويه وقت وياخذ الشانس بتاعو وربي يوفق. انت في الكان الاخير امين كنت في القائمه الاوليه، واحمد العكاشي تم الحاقه اخر نهار بالقائمه، وفي المقابلات الرسميه لقينا العكاشي اساسي وانت على البنك. مع الابتسامه ذي لا بالعكس خونا، احنا قبل كل شيء راهو نحب نقول يعني للشارع الابيض راهو الجوارات، راح نشوفوا احنا الناس كلها تبدا تغشش والاسبيرونس والاتوال والكلوب افريكان والجمهور يبدا ماكل بعض وبريسيون والناس كل متشنجه، رانا احنا جوارات في بعضنا ميم سي راهو نتحركوا في التيران، هذاك التيران حتى انا كناقه باب نلعب ضده راني نتعارك معاه، فهمت؟ الناس كلها تبدا على اعصابها، اما راهو البرا رانا اكثر من الاخوات، راهو ديما نتلاقاو في المناسبات نتلاقاو ونضحكوا مع بعضنا، وحتى راهو باش يعني الحاجه الوحيده نشوفها راهو حتى في الاستاج تلقانا ديما مع بعضنا، فهمت؟ ودونك نقولوا لا للتشنج العنف الرياضي. نمر ونرجع لك لل ولا جاوبني نرجع لك للجواب. يعني ما حبيتش نبعد. خونا هو احمد خونا يعني، وعندنا انا واحد من الناس جا حتى بحذاء سويسرا وبات في داري يعني. انا خويا بالكدا. اما شنو انت البوينت انتروغاسيون هي الفاسون، يعني انت كما نقولوا احنا ديزون عندك بروميير اتاكون كما نقولوا احنا اللي باش يلعب باش تركز عليه، دوزيام تروزيام، معناها هذوما الحلول. احمد وقتها ماهوش في ستاج ديجا، وقتها في فاكونس في دبي، فهمت؟ في فاكونس وقتها وعنده مشكله عقده مع الترجي الرياضي التونسي، وبعد يتضرب وقتها صابر والروج، وبعد يظهر لك انك باش تجيب العكيشي ويلعب هو. انا لاي انسان انا نقول باغ اكزومبل علاش ما عيطلوش من الاول عن بريباراسيون معنا كالناس الكل، هذه اللي انا نحب نجاوبك. اما بالنسبه اللي يلعب بالعكس انا فرحت له برشا، هو يعرف هذايا ونقعد حداه في البيت هو ويوسف، فهمتني؟ وخويا اما الشواء هذه الحاجات اللي يعني يقعدوا نقاط استفهام وكهو، انت كي حاسك به يجي معنا من الاول مش مشكله. وثاني حاجه راهو زاد تم نقطه اخرى في المنتخب اللي سيتو كان الوقت بتاعها راهو خايب برشا، فهمت؟ خايب برشا اللاعبين يلعبوا لبرا، راهو اول حاجه نضيعوا البريباراسيون تاعنا، وكي انت يعني يبدا جوار فريمون ماكش باش تعمل عليه، حاطه معناها ماكش باش تعمل عليه سيتو يلعب لبرا. لازم توضح الشيء هذا مع اللاعب نتاعك وإلى أكسبت، ولا خاطر بعد راه كي يرجع للكيب نتاعو يلقى إشكالية كبيرة برشا، أثر على بلاصته، أثر على أول حاجة باش يلقى روحه ما عملش بريباراسيون، باش أوبليجي إنه باش ياخذ راحة أوبليجي، يعني من النادي نتاعو خاطر لازم راحة، من بعد لازم تعمل بريباراسيون انديفيديوال، من بعد باش تخلط تبدا بشوية بشوية تلعب، خاطر ما تنجمش يدخلك ديريكت خاطر ديجا الكيب قاعدة تلعب، فهمت؟ تحملك الوقت سيرتو كان تبدا ليكيب رابحة ولا حاجة تعمل في ريزلتا وقتها ما نقولكش. والمشكلة انه في الوقت هذاك لما تلقى حتى كان يجي ستاج من بعد ما عطلكش كيب ناسيونال، دونك تلقى روحك في بوزيسيون ماكش في بوزيسيون فورس، وتلقى حتى حد سوتيان وحتى حد ما يعاونك. علاش امين الشرميتي ما خذاش فرصة كاملة مع المنتخب؟ سؤال اسألو خاطر ما يعرفش يلعب كورة. من شريتي عشان يلعب كرة. هذه تهكمية، معناها متأكدين احنا نؤمن الشرميتي عشان يلعب كرة. أما إذا كان فما حسابات، إذا كان فما حسابات اللي يحسب للروح. أنا الحاجة الوحيدة إنه
أنا حد في الشواء متاعي في حياتي خممت عن روحي فهمت. والكرة نعرف احنا في الكرة انه عالم كبير الكرة في برشا حسابات, وما ندخلش انا ما نوجعش راسي ندخل في الحسابات الضيقة هذه. خذلك تعلمت الكرة عند فوزي البنزرتي, تعلمت زابي سي بتاع الكرة وطلعت راجل في الكرة وقتها, طلعنا رجال فهمت اللي احنا توا وصلنا للشيء هذا. دونك انا ما ندخلش في الحزازات هذه, لو كان ثم خلفيات ما نحاولش نتعب مخي باش نخمم فيها. وانا حتى في الاشواء متاعي حتى في حياتي ديما خام في مصلحتي قبل كل شيء. انت حر ما تحبش تتكلم وانا نفهمك, اما زعما خايف لا يصير لك كيف حمدي الحرباوي ماكش حاب تتكلم. معليش تتكلم على سهريات وتكلم على اشياء مش رياضيه, هو يلقى روحه معاقب. اي يلقى روحه معاقب من المنتخب رغم اللي كان هدف البطوله البلجيكيه. لا انا نتكلم كرويا, ما نحكيش في اصحابي. انا قلت لك تويت جبت لي على الحكايه, قلت لك خويا بنحكي على كرويا. قلت لك فلان يسهر ولا فلان ذاك, حتى كرويا يعاقبوك ما فماش الروح الرياضيه, ما يقبلوش النقد. ربما نقد في شنو؟ النقد في المنتخب. علاش ماكش حابب تحكي؟ علاش امين الشرميتي الكوارجي اللي نعرفوها صناع ملاحم ويستحقوا المنتخب ما ياخوش فرصته كامله في المنتخب؟ شو سبحان الله, انت ساعات يجي كونتر ما تعجبوش فهمت. كما قال واحد قال شفته في تويتر وقت الكوب دافريكا, واحد قال اللي في الاذاعه التونسيه في معناه في اذاعه تونسيه وقتها في بلاتو, قال لي ياسين شيخاوي هو اللي هبط الشرميتي. الله يبارك الله فيك, حتى انا ياسين تنجب له طرف مقروض بالقروان كل ماتش باش يهبطني. باهي مش نسال بطريقة جورج ليكانز, هل هو المدرب الانسب للمنتخب الوطني؟ جواب تساله الاداره الفنيه. انت كملاعب كوارجي هل تراه؟ انا ما عندي حتى مع برشا مدربين وتعرف برشا مدربين ومحترف وتونسي الكل يعطيه رايهم. امين ما تنسى سبورتيف وولد ليكيب, معناتها عندك راي؟ انا ما عندي حتى راي, انا الراي بتاعي نحتفظ به. نهاره اللي خاطر انا نخدم في خدمه وديك عائلتي قبل كل شيء, يعني باللي يكون كبنا انا عائلتي. انا ما نجيش توا خاطرني مانيش كونفوكي باش نتكلم في اونترون ولا مش نتيح نوقد فيه. بالعكس بوقتاش تتكلم؟ شنو نتكلم وقت اللي مال نحل في بلاتوات تتكلم وقتها بيان سور. معناها نفهم انه عنده برشا ما يتكلم اما مش باش يتكلم. شكون افضل مدرب يستحق يدرب المنتخب حسب رايك؟ فازي البزارتي. واضح 5-5. خاطر افت الله, والله انا نحبك افت الله, وكل كان نيجاتيف كان انت بوزيتيف افت الله, والحمد لله رب العالمين افت الله. سي فوزي خاطر الوحيد وبشخصيته في خدمته ما يحب يدخل فيه حتى حد. يا ولدي كو افت الله, اللي دخل افت الله ياكل افت الله نضرب انا افت الله. اوه ذاك الماتش ما تجريش ما نساوش حياتي كلها. احكي لنا كيفاش يا ولدي افتلاء اتذكر كي ضربتك افتلاء ولا يا امين افتلاء فوزي ضربك ما ضربكش افتلاء. ما الفينا سي فوزي ما الفينا احنا صغار ما طلعنا رجال الحمد لله. ذيك احنا نشوفوا ديجا الفي بتاع الخدمه بتاع سي فوزي في تشوف نجم هذا الساحلي توا 80 دقيقه ولا حتى 90 دقيقه بريسينج حتى للاخر. هذه خدمه نفس الخدمه اللي خدمناها قبل, يعني الشيء اللي كنا احنا صغار كنا نعملوه. وتشوف المستوى اللي قدم فيه المستوى الفني النجم الرياضي الساحلي تفهم اللي وراه خدمه كبيره يقوم فيها هو اللي هو مع الاطار الفني بتاعه مع سيدي ضاء وزاد مع الكادر الكبار في النجم الرياضي الساحلي قاعدين ينكادروا في الجوار اللي جان جوار. مع تجديد العقد سي فوزي ترى ليتوال 2006 2007 قاعده ترجع. لازم سي فوزي يقعد مع النجم الرياضي الساحلي, خاطر الوحيد اللي يفهم يعرف اجواء النجم الرياضي الساحلي سي فوزي, ولا والوحيد اللي في تونس اللي يعرف كيفاش ينكدر لي جون جوار اللي عندهم الكاليتي وخرج الكاليتي اللي فيهم, خرج الجريتا اللي فيهم فهمت. كان سي فوزي البنزرتي في تونس. يا ولدي افت الله يا امين افت الله ارجع معنا افت الله نجز واحد اخرى شامبيونز ليج افت الله يا امين ارجع افت الله ان شاء الله. باهي ان نخرج بك من عالم الكوره ومن جو الكوره. وذكريات 2007 نعرفوها الناس الكل وما نجم ينساها حتى تونسي. نحكيو على امين الشرميتي الانسان, الشرميتي وعائلته. انا ياسر كلب راه مانيش كيما في التيران معصاب ونعمل مشاكل, بالعكس البرا راني ما تسمعش حسي تقول لي كلمه ويجي احمر. نعرف انا في التيران من الله غالبه ذيك حاجات تعلمناها من الصغر ما نحبش الخساره. في عائلتي مكرس وقت كافي للعائله؟ لا نكذبش عليك
الغربة صعيبة بالنسبة في الكام تاعي أنا، فهمت؟ خاطر عندي الوالدة والوالد موظفين يخدموا، أمي في البيريود بتاع لي فاكونس نتاعنا نبدا أنا في تونس، وما تنجمش جيني، بابا ما يحبش يجيني خاطر بالمناسبة هذه نشكره برشا برشا، قاعد يقوم يعمل في دي ساكريفيس كبار كبار على الآخر أنه لهيلي بأموري اللي هنا في تونس، بالإضافة إلى خدمته اللي هي صعيبة. مرتي ولدي عائلتي نتمنى، وبالمناسبة دي نقول إن شاء الله لباس لنسيبتي وربي يخرجها سالمة إن شاء الله. وكهو بالنسبة لعائلتي بتتر حتى البيريود اللي نجيها لتونس ما هيش طويلة، ونبدأ يعني عندي يعني البروجي بتاعي اللي هي بيهم شوية، خلوني نبدأ مهمش من بلاصة لبلاصة، والوقت ضيق خليني ما نعديش وقت برشا مع العائلة بتاعي. شرميتي ولده آدم؟ ولدي آدم عمره عام وشهرين، عامل فيه يا أخويا. سنساسيون أخرى، ستان شوا هو أنه كتبدا جوار وتحب استابيليتي البرة خاصة بعيد على العائلة، باهي العرس، العرس استقرار جيب سيرتو كي تقوم الصباح وتحضر البيبرون. ايه صحيح، سيرتو كي تبدا تتحب نهار الراحة نتاعك تصبح راقد، هو كي يقوم يبدا يقاوم فيك ويدير فيك ويقول لك قوم. فهمت؟ الحمد لله يعني الحاجة الباهية انه لونتوراج زي ما نقول على لونتوراج، انا وقت اللي مشيت نلقى ياسين وشاكر وقتها كانوا بصغارهم، وكان كل واحد يروح الدار ويلقى صغار ويلقى العائلة مارتا محضرة الماكلة، نلتقاني نبدا نستنى زعما يكلمني باش يجيب لي ماكلة تونسية. فهمت؟ تعطي الشانس للاخر، فهمت؟ كان ديما هي ببالها محلولة الحقيقة، وقفوا معايا بالكتا، وكان عطاني ليكزامبل كي شفت يعني الناس كيفاش تبدا عندك عائلة وتبدا انتوري بالفاميليا نتاعك عندها دور كبير، وكان ديسيزيون تاعي انه نعرس ونجيب الذرية الصالحة. وتجيب الذريه الصالحه. وولدك ادم تراه كوارجي غدوه في المستقبل؟ حبوا يقرا على روحه سيريزمون، والله حبوا يقرا على روحه، طلع مغروم بالكوره ويحب الكوره مش يتفرج على ابوه. المشكله انه انا تعبت برشا، يعني شنو الكوره تعب، انه لازمك اعصاب تعب العائله بتاعك برشا برشا، لازم يضحيوا معك ياسر، وان بلوس لازم يكون عندك شانس، لازم يكون عندك زهر بخلاف الكاليتي. يقرأ على روح، أنا إحنا قاعدين حياتنا ساكري باش نوفروا له اللي مويا الكل باش ننجح وكاو. شرميتي والكوجينة؟ شرميتي والكوجينة، نموت على الكوجينة. الكوجينة طيب تعرف طيب بالعكس نعرف نموت تعرف تأكل؟ لا والله لا، ننظف الكوجينة كي نبدأ قلق وما عندي حتى شيء بعد، نحب أنا يعني ديسيجن هذه انا ماخذها، نحط الغناء في وذني تلزمه، ندخل الكوجينه نسكر الباب على روحي ونبدا نغسل هذاك الهوايه نتاعي، نغسل المعون الشيخ والله نحب نحس دي فولمون. ما اذا كان عندك تنرفيز تسيب والله 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 ندخل الكوجينه نسكر الباب على روحي، ساعات مرتي تفجع ننظفها زاد نخرجها، كان الكوجينه ما عادش غرام بالكوجينه اما تطيب. لا ناكد لك تو فهم برشا كوبلوات قاعدين بعضهم الرجال راهم قاموا وخرجوا معاه حطيتهم في مواقف محرجه صراحه. نحب برشا شرميتي والموزيكا. الموزيكا قبل يا حسره كي كنا نسهر وكنا يعني وقتنا خذينا وقتنا تو هرمنا في وقت صغير. لا والله سيريزمون، تعيش ديما مع الموسيقى، تحب الموسيقى؟ حب ساعات كي نبدا وحدي نسمع الموسيقى، ما الموسيقى الكالمه، ما الموسيقى توف توف وليت ما عادش نحملها، خاصه ممكن في سويسرا تعلمنا بال يعني ساعات تقعد وحدك حتى في العماره ما تشوف حتى عبد، بتسمع حتى حس. سيريزمون ساعات وحدك تشك انك تسكن وحدك في 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 الايموبل ولا في الكارتي تسكن والله. يعني وليت الحس ما عادش نحمله، ما عادش نحمل برشا الحس وكالجوج ما داخل بقى. ساعات كي نجي لتونس ملول بكل او يعرفوني تو، ممكن بتهدر برشا تاكسيستي وبرشا اللي وجبوا بلاصه يسمعوني. الكهرباء ما نحبش نسوقها، نركب في الوجبه بلاصه وتاكسي يقولوا لي كيفاش، ساعات ما يصدقوش، نقول سبحان الله نحب خاطر ما نجمش السياقة تبدا ملول بالكل، كل واحد شد الليني والاخر ما يدبلش على الاخر، جي لهنا عينيك اول حاجه تخبل باش ترجع تولي باش ترجع للريتم. لا وزيد دخلت بعضها تو بعد الثوره تبارك الله، كل واحد عنده قانون طرقات وحده. شرميتي والسياسه، مادامك حكيت على الثوره طبع برشا برشا السياسه،
وما عندي حتى ميول سياسي، اما يعجبوني الديبا ولا حد نتفرج في الميسيون. مرتي ديما تغش تقول لي كرهتني في التلفزه وكرهتني وما نرقد كان بيهم رهوه والله، نحطهم في وضني ونحط بجنبي وكيك يجيبوا لي النوم تلمو يغليو يجيبوا لي النوم. يعني مثلا الشيخ راشد غنوش هيك يغني لك اي دني دني جاك النوم هدا يا امين اي بن البيك في الحقيقه. ان شاء الله ان شاء الله الناس الكل تخدم للبلاد البلاد وكهو برشا تجاذبات سياسيه. انا ما عندي حتى ميول سياسي الحقيقه. ما صوتت في الانتخابات؟ لا حبيت انتخب وجرات اشكاليه في المقيمين بالخارج انه ثمك في التقييد شنو برشا ناس لقات واحد داخله بعضها اللي يسكن مثلا في زوريخ لقى روحه مقيد في بيرن تشكشكت شويه تشكشكت شويه. مرتي جات لتونس سبيسيالمون باش تنتخب وقتها. عندنا برنامج احنا نعديوها في كنوز اسمه الدهليز، يبدا ماضي ساعه نتاع الليل الدهليز هذا نصوروا يعاونك على النوم وانت تحب حاجه جديده برنامج تاع رعب. الله يسلمك الله يسلمك. يتعدى ماضي ساعه نتاع الليل. كلمه الختام من شرمتي. نشكركم اول حاجه تبارك الله عليكم، عندكم جروب طياره برشا جون برشا ماكمش نباره عقلين هذه الحاجة باهية اللي ما نشوفوهاش. ولينا توا باش تعمل بوز لازمك تكون عكس الناس الكل، بالعكس انتم جوكم باهي وتحس ثم كنز باش يخرج ان شاء الله الحمد لله الراديو هذا. نتمنى لكم التوفيق. سوسة تنور ان شاء الله بكم زادة بارك الله فيك، ونستنى منكم ديما الاضافة انه باش على الاقل الانسان كي يحل الراديو يسمع يلقى حاجة اللي تضيف للمستمع ان شاء الله. بالتوفيق. يعيشك يا امين، ان شاء الله نشوفوك ديما هداف متميز. بنتوات كيما البنت والاخراني هذاك الدومي فولي كلا ماركيت زوز بنتوات ماركيت في البارتي الاخر بلي كونتر شكون؟ دربي دربي يا دربي يعطيك الصحه. نشتاقوا البنتوات كيف هيك ان شاء الله يا معلم ان شاء الله. كل البنتوات كيما في اليابان تعرف شو معناها اكثر بنت وليت فيه لاعب تونسي عرق على البنت تعب تعرف شنو تعب طاح قام طاح وعاه عاود قام ساعة عارف انت ماكش كل يوم تلعب في الكوب دي مون دي كلوب هذه الحمد لله الحمد لله برافو الحمد لله ان شاء الله ديما متالقه من الشرميتي. شكرا على قبول الدعوه. باب الاذاعه ديما محلول ليك ولاولاد الجينيراسيون تاعك ولاولاد ليتوال الكل والتوانسه الكل. مرحبا بك من الشرميتي. هذا بليزير من الشرميتي.